سيدي نوال بدار الشباب أحمد زغار. هذا الفيديو سوف أقترح عليكم بعض الأساليب أو بعض التمارين للتخفيف من حدة التوتر الناتج عن فيروس كورونا. هذا الفيروس بيغير مجرى حياتنا، ودخلنا في الانغلاق بين جدران البيت، وهذا الأمر غير اعتيادي على عامة الناس. أنا مما خلف آثار نفسية وخيمة، ولتخفيف من حدة هذا التوتر والقلق نقترح تمرين الاسترخاء. ولكن قبل ما نمر لتمرين الاسترخاء لازم نمر على تمرين التنفس. تمرين التنفس العميق يتكون من شهيق، زفير، وقفة الزفير. الشهيق انه دخل الهواء من النفير، دخل الهواء من النفير مليح، تنحس ان الادرار تاعي طلعت. وقفة الزفير لمدة 5 ثواني، هنا كل واحد شحال يقدر يحبس الهواء في صدره. الزفير لازم يكون بطريقة بطيئة منتظرة، فمع كل شهيق غادي ندخل هذوك المشاعر الإيجابية، غادي ندخل معها مشاعر الراحة ومشاعر الأمان، ومع كل زفير غادي نخرج هذوك المشاعر السلبية ونخرج هذاك الخوف والقلق اللي يكونوا حاسوا به. هذه عملية التنفس عندها دور التنفس العميق أنه ينقل الأكسجين إلى الدماغ. والأثر الفيزيولوجي لعملية التنفس تمثل في أن إخراج ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى زيادة في الدم، مما هنا الإنسان يولي يحس روحه خفيف، يحس بهذيك الخفة والمرونة. الآن نروحوا لعملية تمرين الاسترخاء. تمرين الاسترخاء غادي نطبقه على الحالة اللي راها موجود الاسترخاء. نعرف الاسترخاء ما هو. الاسترخاء هو تقنية مضادة للتوتر. الهدف من هذا الاسترخاء هو الوصول الى الراحة الجسمية والنفسية. باش هذا التمرين تاع الاسترخاء ننصح به اللي عندهم ليكزامان تاع البيان واللي عندهم ليكزامان تاع البار، لانه هذا التمرين يساعدهم باش يخفف لهم من حدة القلق، ولكن بالمواظبة عليه. لازم ديرها او موان دو فوا تخوا فوا باغ سومان. نبدو هاد التمرين تاع الاسترخاء من دروك حتى يوم الاسترخاء. يساعدنا بزاف باش نخرجوا هذوك المشاعر السلبيه، نخرجوا هذوك المشاعر تاع الخوف والقلق. اذا التمرين اللي غادي نبدوه لازم نهيئوا له الجو، يعني لازم المكان يكون هادئ ومريح، ما يكونش عندنا الحس. وضعية الجلوس لازم تكون بطريقة مستقيمة. لا كنت مجمع فوق الكرسي، ندير زاوية 90، الظهر تاعي يكون متلاصق مع الكرسي، رجلين مسطحتان، والراس تاعي يكون مستقيم. هنا باش كي نتنفس او ما تنفس ما نحش روحي مجيف هنا. اذا هنا غادي نبدو بالتمرين الاسترخاء مع الحالة اللي راح متواجد معانا. أحب الحالة اللي راه موجود معنا، غادي نطبقوا عليه التمرين تاع الاسترخاء. إذا كما قلنا وضعية الجلوس راهي مستقيمة، الزاوية 90، الظهر راه متلاصق مع الكرسي، رجلين مسطحتان، اليدين هنا راهم على الفخذين. راك واجد باش دير تمرين الاسترخاء؟ غادي نبدو. بسم الله، راك جالس على الكرسي، العينين راهم محلولين، غادي تشوف السقف، غادي تنظر السقف. نعود شوية راسي، نغمض العينين، غادي تحس بالجسم تاعك راه ثقيل، غادي تحس بالوزن والثقل في الجسم تاعك. نضغط بقوة على الكعب تاع القدم تاعك اليمنى، غير على البطانة مليح خافية. غادي تحس بالعضلات تاع الساق تاعك اليمنى راهي تتصلب وتشتد. الآن حرر الضغط الموجود ونتنهد خافية. غادي تحس الساق تاعك اليمنى راهي لينة ومسترخية. ارفع قليلا ساقك اليمنى، طلع شوية رجليك خافية. غادي تحس بالعضلات اللي غادي تستعملها لهذا الغرض. الساق تاعك اليسرى لا تفعل شيء، راهي بلا حركة. نزل الساق تاعك اليمنى من جديد إلى الأرض. الساق تاعك اليمنى راهي ثقيلة، راهي ثقيلة من الأرض. الساق تاعك اليمنى راهي متعبة،
غادي تحس بالدفع في العضلات تاع الساق تاعك اليمنى. نضغط بقوة على كاف قدميك اليسرى زي على الطالون خارجيا. غادي تحس بالعضلات تاع الساق تاعك اليسرى راهي تتصلب وتشتد. نحرر الضغط الموجود ونتنهد خارجيا. غادي تحس الساق تاعك اليسرى راهي لينة ومسترخية. نرفع قليلا الساق تاعي اليسرى خارجيا. غادي نحس بالعضلات اللي نستعملها لهذا الغرض. الساق تاعك اليمنى لا تفعل شيء راهي مسترخية بلا حركة. نزل الساق تاعي اليسرى من جديد. غادي نحس بالساق تاعي اليسرى راهي ثقيلة راهي ثقيلة بلا حركة. الساق تاعك اليسرى متعبة، يمكنك أن تشعر بالدفء في عضلات ساقك اليسرى. الآن اقبض عضلات المقعد تاعك، المقعد تاعك صحيح. ثانيا غادي تحس الجسم الأسفل من الجسم ومسترخية. ارفع قليلا ساقك اليمنى، طلع شوية رجليك خافيا. غادي تحس بالعضلات اللي غادي تستعملها لهذا الغرض. الساق تاعك اليسرى لا تفعل شيء راهي بلا حركة. نزل الساق تاعك اليمنى من جديد في الأرض. الساق تاعك اليمنى راهي ثقيلة راهي ثقيلة من الأرض. الساق تاعك اليمنى راهي متعبة. غادي تحس بالدفع في العضلات تاع الساق تاعك اليمنى. نضغط بقوة على كاف قدميك اليسرى زي على الطالون خارجيا. غادي تحس بالعضلات تاع الساق تاعك اليسرى راهي تتصلب وتشتد. نحرر الضغط الموجود ونتنهد خارجيا. غادي تحس الساق تاعك اليسرى راهي لينة ومسترخية. نرفع قليلا الساق تاعي اليسرى خافيا. غادي نحس بالعضلات اللي نستعملها لهذا الغرض. الساق تاعك اليمنى لا تفعل شيء راهي مسترخية بلا حركة. نزل الساق تاعي اليسرى من جديد. غادي نحس بالساق تاعي اليسرى راهي ثقيلة راهي ثقيلة بلا حركة. الساق تاعك اليسرى متعبة، يمكنك أن تشعر بالدفء في عضلات ساقك اليسرى. الآن اقبض عضلات المقعد تاعك، المقعد تاعك صحيح خافيا. غادي تحس الجسم الأسفل من الجسم تاعك راه يتصلب وراه يشتد. الآن حرك الضغط وتنهد. غادي نحس الجزء الأسفل من الجسم راه لين ومسترخي. غادي نحس ثقل حوضك وهو كيما راك جالس على الكرسي. غادي نضغط باليد تاعي اليمنى على الكرسي. نضغط خافيا، نضغط مليح. غادي نحس بالعضلات تاع ذراعي اليمنى راهي تتصلب وراهي تشتد. الآن نحرر هذا الضغط الموجود في اليد اليمنى ونتنهد خافيا. غادي نحس ذراعي اليمنى راهي لينة ومسترخية. ارفع قليلا ذراعك اليمنى، طلع شي يديك خافيا. غادي تحس العضلات اللي تستعملها لهذا الغرض. ذراعك اليسرى لا تفعل شيء، هي مسترخية بلا حركة. نزل ذراعي خافيا. غادي نحس ذراعي اليمنى راهي ثقيلة. ذراعي اليمنى راها متعبة. غادي نحس بالدفع في العضلات تاع
ذراعي اليمنى. غادي نضغط على يدي اليسرى بقوة على الكرسي. تخي بيان. غادي نحس العضلات ذراعي اليسرى راهي تتصلب وتشتت. الآن نحافظ بالضغط الموجود باليد الثانية اليسرى ونتنهد. تخي بيان. غادي نحس ذراعي اليسرى راهي لينة ومسترخية. غادي نرفع قليلا ذراعي اليسرى خيرية. غادي نحس بالعضلات اللي نستعملها لهذا الغرض. ذراعي اليمنى لا تفعل شيء، هي مسترخية بلا حركة. نزل ذراعي اليسرى خيرية. غادي نحس بالثقل تاع ذراعي اليسرى وهي مستلقية. ذراعي اليسرى متعبة، يمكنك أن تشعر بالدفء في عضلات ذراعك اليسرى. اضغط بكتفيك بقوة خالية. غادي تحس عضلات كتفيك تتصلب وتشتد. غادي تحس بلي العضلات اكتاف راهي تتصلب راهي تشتد. نحس بكتافي راهو في حالة هدوء واسترخاء. غادي تحس بالدفء والثقل في كتفين حرارة الضغط. اضغط برأسك بقوة. غادي تحس العضلات تاع ركبتك راهي تتصلب راهي تشتد. الآن نحرر الرأس تاعي من الضغط ونتنهد. غادي تحس الرقبة تاعك راهي تعود لينة ومسترخية. الآن ارفع رأسك قليلا طبعا شوية. غادي تحس العضلات اللي نستعملها لهذا الغرض. بقية جسمك لا تفعل شيء. الآن انزل رأسك. غادي تحس بالثقل وتعب رأسك. ضع يديك على بطنك ثانية. بطنك حس بطنك هي تسية دافئة. مد ذراعك على طول الجسم ثانية. غادي تحس بالجسم تاعك كله من حيث الدفء الوزن والاسترخاء. الآن انتهى تمرين. أرجو أن تبقى كذلك مدة دقيقتين ونستمتع بشعور استرخاء كل جسم تاعك. وعندما تكون مستعدة لذلك ابدأ بفتح عينيك ببطء ونحرك الأصابع اليدين. حرك أصابعك.